مني أنا توني خليفة من فريق عمل قناة القاهرة والناس، مساء الخير. قتل فرج فودة في 8 يونيو عام 1992، وبعد 20 عاما أعاد الإفراج بقرار رئاسي أو بعفو رئاسي عن أحد قاتليه قضيته مجددا إلى الحياة. لماذا قتل فرج فودة؟ من أعطى الأمر بقتله؟ كيف تمت عملية الاغتيال؟ وهل لا زالت قناعة القتل موجودة عند القاتل أو استبدلتها السنوات العشرين بندم على الفعل؟ أحد قاتلي فرج فودة وجهاً لوجه اليوم وللمرة الأولى تلفزيونياً، مع من لا يزال جرح الاغتيال ينزف في داخله، حيث من المتوقع أن يقال أجرأ الكلام. تقرير. هنا منذ 20 عاما وعند غروب الشمس سقط رجلا من رجال الفكر الحر، كانت كتاباته سببا في اغتياله. هنا سالت دماء الكاتب والمفكر فرج فودة. قتل برصاص الجماعات الإرهابية بعد أن أهدر شيوخ التطرف دمه وأباحوا قتله لأنه مرتد. هو الدكتور فرج فودة يعني الكلام اللي أنا قريته ونشره يبيح قتله، يبيح قتله، بس هل لأحد الناس؟ ده اللي أنا أختلف فيه. هو يبيح قتله لأن اللي بيسب الرسول وبيستهزأ بالله وبيستهزأ برسوله ده مباح القتل، بس قتله أمره للسلطان. هو الأخ اللي قتله كان ينتمي لجماعة الجهاد، ولكن في مؤخرا انتمى لجماعة اسمها عبد الشافي، وأخونا أشرف اتحاسبوا على الجماعة الإسلامية. ما نسب من أن الدكتور عمر عبد الرحمن أفتى بمقتل الدكتور فرج فودة هذا الدعاء محض وافتراء، والأدلة على ذلك كثيرة. أولها أن الدكتور عمر عبد الرحمن منذ عام 90 وحتى هذه اللحظة، حينما غادر عام 90 وحتى هذه اللحظة لم يعود إلى مصر. الأمر الثاني أن الدكتور فرج فودة قتل في عام 92 وكان الشيخ عمر عبد الرحمن خارج البلاد. الأمر الثالث أن الدكتور عمر الرحمن بطبيعة الحال لو أنه أفتى بذلك كان من البديهي أن يكون مدرجا ضمن المتهمين في قضية مقتل فرج فودة. قتل فرج فودة ولكنه ظل رمزا للتنوير ضد العقول المنحرفة. بعد أن أزاح الستار عن زيفهم وجهالتهم وقرع الجرس، فكانت مؤلفاته ومحاورته تمثل تحدياً كبيراً لقوى الظلام، حيث امتلك من قوة الحجة وسلامة المنطق ما جعلهم لا يطيقون له قولاً ولا يحتملون مواجهته، فقرروا اغتياله. الدكتور فرج فودة يعتبر واحد من المفكرين المهمين في تاريخ الحركة الثقافية المصرية لعدة أسباب، يعني على رأسها إن هو كان فاهم كويس قوي خطورة الحكومة الدينية، وده اللي عبر عنه في أكتر من كتاب وفي أكتر من دراسة سواء في الصحف أو في المجلات اللي كان بيتعامل معها. وسقط الفارس عن جواده، لكنه ظل فكره حاضراً بحضور تلاميذه وطلاب علمه، ليظل الصراع بين الظلام والنور باقياً ما دامت الحياة باقية، لنظل جميعاً نبحث عن الحقيقة الغائبة. بين أن يكون فرج فودة شهيد الكلمة والفكر وبين الإصرار على قتل فودة من منطلق الواجب الشرعي وبين ندم على فعل كان يمكن تفاديه، رأيان متناقضان سيتواجهان اليوم في هذه الحلقة. أحد الطرفين شارك في عملية الاغتيال، والطرف الآخر سيكون معنا بصورة مموهة ومن دون تعريفه بالاسم في القسم الأول، على أن نكشف عن هويته في القسم الثاني ليقول ما في داخله، خصوصا وأن الجرح الكبير لا يزال ينزف حتى اليوم. ضيفنا، أهلا بك في حلقة الليلة، وسنتعرف على كامل هويتك في القسم الثاني. تفضل، أهلا بك. مساء الخير مجددا وأهلا بك في هذه الحلقة. السؤال الذي يطرح اليوم، هل أنت على استعداد تام لمواجهة السيد
أبو العلا عبد ربه وهو أحد المشاركين في عملية اغتيال فرج فودة الذي يعني لك الكثير الكثير؟ نعم والله المستعان. بعد كل هذا الصمت لقلت كلمة نعم، لماذا كان هذا الصمت، يعني هذا الوقت من الصمت، لماذا كنت أفكر؟ لأننا في تقديري كارثة كبيرة أن نعم. أجلس لمناظرة قاتل، ودم القتيل ما زال حتى الآن لم يقتص له نعم. إعمالا بقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة. هذه المرة الأولى التي ستتواجه فيها وجها لوجه مع أحد المشاركين في قتل فرج فودة. نعم سيدي، لكن منذ فترة كنت أعرف أحد المنفذي العملية وهو عبد الشافي رمضان. لن نعطي معلومات أكثر حتى كي لا تنكشف الهوية، يعني خلينا بالإطار، سنتكلم عن كل هذه التفاصيل في القسم الثاني من الحلقة. دعونا الآن نتوقف مع فاصل إعلاني، بعد الفاصل نعود للقسم الأول مع ضيفنا أبو العلا عبد ربه أحد المشاركين في عملية اغتيال فرج فودة. أهلا بكم من جديد في حلقة الليلة. كما سبق وذكرنا، قضيتنا هي قضية مقتل فرج فودة والإفراج عن أحد قاتليه بعد 20 عاما من السجن، وهو الظهور التلفزيوني الأول لهذا الشخص، وسيكون بشكل حصري لبرنامجنا ولقناة القاهرة والناس. أرحب بعضو في الجماعة الإسلامية وأحد قاتلي فرج فودة وهو أبو العلا عبد ربه. أهلا بك. أهلا بك. هل يزعجك أن نعرف عنك بأحد قاتلي فرج فودة أو يعطيك هيك اعتزاز بالنفس؟ الإنسان بالذات في الأمور الدينية ما ينفعش أنه يفتخر بحاجة. أنت إذا كنت بتعمل أي عمل من أجل الدين فهو إرضاء لله عز وجل، سواء هذا أو ذاك، ولو أخطأت برضو بتقول أنت أخطأت، فبرضو لا يصلح أنك أنت تعتز أو تفتخر لا هنا ولا هنا. طيب سندخل في التفاصيل، ولكن طبعا في حلقة الليلة هناك شخص آخر، هناك ضيف آخر سيكون له مواجهة مع حضرتك على يمكن أفكار متناقضة، أفكار لا تشبه بعضها أو في اختلاف بالرأي، وهو في القسم الأول لن يظهر للمشاهدين، إنما سنكتفي باعتراضه عندما يضغط على الزرار أمامه ستتحول الشاشة إلى اللون الأحمر، يعني هو معترض على كلامك، وسنناقش هذه الاعتراضات في القسم الثاني حيث ستكون المواجهة وجها لوجه. ونحن اليوم نستغل العفو الرئاسي بالإفراج عن حضرتك وهي إطلالتك التلفزيونية الأولى لنتكلم عن ظروف تلك الحادثة. لماذا أنت قبلت أن تشارك؟ هل بالفعل أنت من قتل أو كنت أحد المشاركين؟ وكيف تمت عملية الاغتيال؟ بدءا لماذا قتلت؟ وبدءا أنا هجاوب حضرتك، بس في حتة أنت لمحت إليها، أني أنا خرجت بعفو رئاسي بناء على أنا أعتبر أنا خلصت حكمي. هو مش 50 سنة كان؟ ال 55 سنة ده أصلا دي قضايا مركبة. نعم. أنا فرق فودة واخد 15 سنة، قضيت 20 سنة في السجن طبعا في القانون، في حكم القانون. يعني طلعته للرئيس دكتور مرسي بلجميلي. ما أنا بتكلم حضرتك، أصل هم شنين حملة يعني شعواء على إني هو أفرج عن قتلة، أفرج عفو عفو. بالعكس، هو أقام يعني أعطاني حقي أنا في الخروج. ليه؟ أنا أصلا قضيت في السجن 20. سنتكلم عن هذا الموضوع، ولكن السؤال الأساسي الرئيسي هو لماذا قتلت؟ وأنا كنت مشترك في القتل ولكن لم أقتل بنفسي. يعني اشتركت في القتل ولكن يعني لم تقتل؟ أعديت ولكن يعني ولكن لست يعني أنت من أطلق النار؟ ساهمت بأن أنا اللي أحضرت السلاح، وده موجود في المحاضر. نعم. لأخونا عبد الشافي وأخونا أشرف سعيد اللي هم قاموا بقتل الكاتب فرج فودة. تم الإفراج عنهما؟ لا
لا، أخونا عبد الشافي حكم عليه بالإعدام وأعدم. وأخونا أشرف سيد لم يكمل إجراءات القضية وحضر الجلسة الأولى والثانية بالضبط، كان في الثالثة خد إعدام في قضية محاولة اغتيال صفوة الشريف. وأعدم أيضاً؟ وأعدم قبل أن تستكمل دفتلة جلسة بالنسبة للقضية بتاعتنا بتاعت فرج فودة. يعني أنت الوحيد الباقي على قيد الحياة من الأشخاص الثلاثة الذين نفذوا عملية اغتيال فرج فودة. نعود للسؤال، لماذا قبلت أن تشارك في تلك العملية؟ بالنسبة لنا كان في الوقت ده في يعني أنا كنت شاب متدين يغار على دينه ويغار على سنة نبيه، وكان في تهجمات وتهكمات من الكاتب فرج فودة على الإسلام. وهل الدين يسمح بالقتل أو يقرر القتل؟ ما أنا هتكلم مع حضرتك، هو أنا جاي لك، أنا بوصف لك بجيب لك من الأول. طبعاً قرأنا كتبه، حدثت بين فرج فودة وبين علماء مناظرات، حدث أن بعض العلماء حكم عليه بالردة أنه مرتد. فرج فودة كان له آراء مش محتاجة اجتماع أمة على ارتدادي، يعني عندما قال أن أنا لن طالما أن في عرق ينبض لن أسمح بتطبيق الشريعة وتطبيق الشريعة في مصر على جثتي، ده هو قال كده. ثم بعد ذلك قال أن في القرآن نصوص تدعو إلى الفساد والإفساد، لابد من إخراجها وتعطيلها. فهذا كلام أصلاً يعني معذرة ده مش أي واحد يتكلم في القرآن أو يتكلم في أي كتب منزلة إن دي تنفع أو ما تنفعش، معذرة هو في أحكام إلهية فيها، إنما أنا أصلاً ما أقدرش برضو إن أنا كنت أقيم عليه الحجة بشخصي أنا، إنما علماء عملوا معه مناظرات وعملوا معه حوارات في معرض الكتاب وفي غيره، وإلا إن هو أصر على ما قال، وأظن هو لي كتب زي بس أنت لم تقرأ هذه؟ لا قرأتها، قرأت في محاضر التحقيقات قلت لم تقرأ، اليوم عم بتقول أنا هقول لحضرتك على حتة صغيرة خالص، أنا أقسم بالله قرأتها، ممكن محاضر التحقيقات بتكتب على المزاج معذرة يعني، أقول لحضرتك يعني في تلفيقات كتير جدا بتحدث في من أعطاك الأمر مباشرة لتنفيذ عملية القتل؟ والله هقول لحضرتك على حتة صغيرة خالص، هو هناك أصلا برضو كان في من ضمن الأخطاء اللي عملتها الحكومة، ما أنا هقول لك برضو إن مقتل فرج فودة كان بمثابة هو أنا ما بعتبروش في الحكم الشرعي خطأ، ده حكم شرعي ما فيش فيه فصال. من انت لتعتبر ان كان خطا او لا؟ ما انا بتكلم مع حضرتك اهو، العلماء هم اللي قالوا، انا ما اقدرش اتحرك. من الشخص الذي اعطاك الأمر مباشرة لتنفيذ عملية القتل؟ هو الاصل لم يكن هناك شخص بعينه اعطاني معذره امر مباشر بقتل فرج فودة. من؟ ما انا بقول لك لم يكن هناك شخص. من الذي اوحى لك بانه يجب عليك ان تقوم بذلك؟ هقول لحضرتك على حته بسيطه جدا، هو في حته برضو انا هنتكلم مع بعض بكل صراحه وبكل وضوح، ان كل عمل حتى وان كان حقيقته حكم شرع صحيح ولكن بيختلف التطبيق. بس انا ما انا بدي منك شغلي بس انك تركز معي على السؤال لان انت بناخذ الايجابي لانه عندنا وقت ضيق، حابب اخذ منك اكبر كم من المعلومات. طيب اليوم قلت لي ما في شخص معين اعطاك هذا الامر، علما ان الضيف الموجود معنا اعترض لانه يبدو ان لديه معلومات تختلف عن هذا الموضوع. ما انا بقول لحضرتك كان اللي اعرفه هو اذا كان يعرف اكثر مني فدي تبقى حاجه. طيب ترجع له، من اوحى لك انه يجب عليك ان تقتل؟ هو العلماء لما افتوا برده فرج فودة فهو حكم الإسلام على المرتد عموما إن هو مهدر الدم، ده حكمه. فحتة إن أنا تحركت لقتلي بناء على يعني تحرك شخصي أو المجموعة اللي هي تحركت تحرك شخصي بناء على الفتوى اللي كانت مقدمة. طيب أوكي، هون مرتد على الدين وحكم الشرع يحكم بذلك وكل هذه الأمور. باص فيه سواح كوريين مسالمين لا حولة لهم ولا قوة جايين يعملوا سياحة في مصر، فجرت لهم الباص اللي هني موجودين فيه. أنت حضرتك بتقول فجرت لهم الباص وهذا كلام خطأ، لأن فجرت لهم الباص يبقى حصلت دماء وأشلاء. نعم. ولكن الأصل في تحركنا إحنا كان تحرك من أجل إضعاف النظام اقتصاديا، فأنا كنت بضرب ضرب تهويش وليس ضرب قتل، حتى الأتوبيس نفسه لم يخدش فيه سائح. حضرتك أظن ممكن لو اطلعت على المحاضرة هتجد أنه لم يخدش فيه سائح على الإطلاق، ولكن هو كانت فرقعة زي ما بيقولوا، كانت تركيبات بنعملها كده للفرقعة بس لترهيب السياح أنهم ينزلوا مصر. ليه؟
لان معلش يعني احنا بنتكلم على حته لا تظن ان الاخ الملتزم او المسلم يعني عنده تخلف او ان هو مش فاهم حاجه في السياسه او لا، بالعكس يمكن احنا بنتكلم. حضرتك ابو فرصه ما انت حضرتك بتقاطعني. انا طبعا مضطر قطعك، بدك تعذرني لانه في مضطر قطعك، ولكن اليوم عندما تجلس بينك وبين نفسك وطبعا كل انسان يعرف منا ان الموت حق والحساب عند ربنا حق، ألا تخاف من يوم الحساب أنك ستحاسب تحت عنوان قاتل؟ أنا لما باجي بقتل ما بقتلش من أجل شهوة القتل، أنا بقتل دفاعا عن النفس، أنا بقتل دفاعا. يعني أنت لو جيت بصيت للجماعة الإسلامية أصل تحركها إيه من الأصل؟ هي كانت جماعة منبرية، على المنبر بتدعو الناس، معلش ما دي حتة لازم أوضحها، كان بتدعو الناس. أول من قتل هو النظام، قتل علاء محي الدين، قتل الشيخ ماجد الوطيفي، قتل شعبان راشد، قتل اصلا اناس اخرين كتير جدا، ما كان جريمتهم الا انهم دعاه. علاء محي الدين ده كان طبيب ورغم عن ذلك كان هو اعلامي، كان بيتحدث باسم الجماعه الاسلاميه. طيب اليوم تخليتم عن السلاح، تخليتم عن لغه القتل، يعني مع استلام الاخوان المسلمين للحكم في مصر خلاص تخليتم عن هذا الفكر. وأقول لحضرتك حتى قبل الإخوان ما تمسك الحكم، نعم، اتعملت عملية أو مبادرة وقف العمليات. نعم. مبادرة وقف العمليات دي يعني إحنا بنعتبرها لأن الإنسان لابد إن هو بيجي في مراحل حياته إنه يقيم عمله صح ولا غلط، ده لازم. فوجدنا إن هناك كان في عمليات إيجابية وكان في عمليات سلبية. لو وصل الفريق شفيق إلى الحكم، يعني لو لم يفز الدكتور مرسي في رئاسة الجمهورية المصرية وقد فاز الفريق شفيق، هل كنتم يعني ستعودون إلى حمل السلاح؟ أظن إن عملية وقف العمليات اللي إحنا عملناها، المبادرة اللي هي بتاعت وقف العمليات، اتعملت في عهد حسني مبارك مش في عهد الدكتور محمد مرسي، اتعملت في عهد حسني مبارك اللي هو إحنا كنا ذقنا منه المر يعني والظلم والاضطهاد، ولكن اصلا اتعملت المبادره لان ده دين وليس الا. يعني انا اصلا اذا كنا بنتكلم فبنتكلم دلوقتي ما فهمت كيف يعني انعملت المبادره ده دين، يعني انا بتعبد به الى الله عز وجل، ده امر مش امري مش تكتيكي مش تكتيكي كده ان انا يعني زي ايه انسحاب ثم عوده. لا عفوا، ليه وعي الدين فيك هون في هذه الفتره الزمنيه بالذات ولم يستيقظ في فترات؟ هقول لحضرتك على حته بسيطه جدا، يعني باسم الدين قتلتم وباسم الدين تراجعنا وعملنا مبادره. هقول لحضرتك على حته بسيطه جدا، طبعا انا كنت في سن الشباب كان بيدفعني حميه الشباب ورعونه الشباب بدايه. نعم. ولكن انا لما باجي اقول لك ان حكم فرج فودة مرتد وان هو ده حكمه في الاسلام، ولكن ارجع واقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لإله واحد، أن يعبد إله واحد، ورغم عن ذلك إن ظلت الأصنام موجودة في الكعبة حتى عام الفتح. لم يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو إلى الغفران. لم يكسرها. ما خلينا أكمل حضرتك عشان خاطر إيه، ده وضع، ده وضع، واللي أنا بقوله لك ده وضع تاني. ورغم عن ذلك عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة كان اصلا راس المنافقين وكان يهيج القبائل على النبي. نعم. وكان يثير عليه الحروب، ورغم عن ذلك كان دمه كان دمه في الشرع حلال، ورغم عن ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فانا لما باجي بينما انت ما انا بتكلم مع حضرتك هنا، باجي لما باجي هنا بقول ان انا وقعت في خطا تكتيكي او خطا عملي، ما هو الحكم الشرعي موجود زي ما بنتكلم مثلا عن اي حكم شرعي، فهل ينفع دلوقتي انك انت تنزله على الواقع بتاعك دلوقتي؟ الحكم الشرعي صح. طيب الحكم الشرعي صح. طيب. بس هل يا ترى ينفع؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. عشان كده يعني اليوم يعني هل ينفع انه نجي يقول ان انا غلط تكتيكي، راح اللي راح ومات اللي مات وقتل الذي قتل؟ يعني كنت تقول وانه انت في الشباب، يعني في يعني وكانك عم بتحملها الى عدم الخبره او حماسه الشباب. اليوم وقد تسلل الشيب الى ابو العلا، هل تجرؤ اليوم من هذا المنبر ان تعتذر من عائله فرج فودة على قتله؟ انا لو اعتذرت يبقى بعتذر على ان انا فعلت امر خطا واقسم عليه. ما انا بتكلم مع حضرتك بصراحه وبوضوح. نعم. عشان من ما يعش الامور، انت قبل ان تسالني يعني انا كنت متوقع انك تسالني هل هذا الامر حلال ام حرام، هل هذا الامر مثلا كل الامور، ولكن الا تقول انه لو عاد بك الزمن الى الوراء ما انا لسه كنت اقول لما قتلت، لو استقبلت من امري ما استدبرت ما كنت فعلت. قبل أن نكشف على هوية الضيف الموجود معنا دعنا نتوقف مع فاصل صغير ونعود.